في تاريخه وسجل بطولاته في القارة الأفريقية للمرة الخامسة بيفوز بهذه البطولة. هذه المرة الحقيقة نادي الزمالك هيحصل على 500,000 دولار، دي مكافأة فوز نادي الزمالك بهذه البطولة. أيضا موسم الرياض أعلن عن مكافأة لنادي الزمالك أو لبطل السوبر قدرها 1,500,000 دولار، وبالتالي طبعا يعني نادي الزمالك حصل على 2 مليون دولار كده من هذا اللقاء أو من هذه البطولة. مبروك نادي الزمالك، طبعا يعني مبلغ يعني نادي الزمالك هيستفيد منه كتير جدا في ازمه او ازمه ماليه موجوده عند نادي الزمالك. اكيد هذه البطوله كانت مهمه ماديا لنادي الزمالك بالشكل اللي احنا شايفينه، هيحل حاجات كتير جدا داخل نادي الزمالك في الفتره القادمه. كابتن ابو الدهب هرجع لك تاني، والحقيقه برضو في بعض الاسباب اللي تخلي نادي الاهلي النهارده بالشكل ده، ممكن لو انت عندك رأي في هذه الأسباب أو عندك يعني جزء من هذه الأسباب تفضل. لا، الثقة الزيادة يا فاروق عن اللزوم. يعني أنت سواء أنا قلت لك، هل الاحتفالية اللي حصلت في الماتش الأخير أمام جرماهية ممكن تكون زودت الثقة الزيادة فبقى الموضوع فاكك عند اللعيبة؟ هل ممكن ده يكون سبب؟ كل حاجة قبل المباراة، وده نفس السؤال كابتن مجدي هسألك فيه. كابتن مجدي قال لك وكلنا قلنا لك، أنا بقول لك النادي الأهلي مش جاهز فنيا ولا بدنيا، وده اللي احنا شفناه من خلال اللقاء. يمكن أنا أول مرة في حياتي على مر الأجيال وأنا بشجع النادي الأهلي أو بتفرج على النادي الأهلي أشوفهم خايفين ومرعوبين، حتى في ضربات الجزاء يا فاروق لعيبة خايفة تخش تشوط. اللي انت بقى يعني انت مرعوب من فرقه نادي الزمالك، يعني انت انا اول مره اشوف لعيبه النادي الاهلي بالخوف ده والرعب ده. ايه السبب؟ لانه السبب ان انت معاك مدير فني، معاك بتدي ثقه اكبر. لا، المفروض دي بتديني ثقه مع اللعيبه دي، لكن واضح ان اللعيبه داخله المباراه ومش جاهزه، مش جاهزه للقاء. واخد انت كسبان قبل ما تلعب. معلش، في فرق ما بين الثقه والخوف، يعني في فرق. لا مش خوف، لا في المباراه يا فاروق. انت النهارده لما تلاقي فرقه الزمالك مستحوذه ال 90 دقيقه، ده مفيش فرصه ضايعه من لعيبه النادي الاهلي. مفيش فرصه ضايعه. ايوه، هات لي فرصه ضايعه من النادي الاهلي، حتى ضربات الزمالك. ما انا مش بتكلم على حاجه. فين الزمالك؟ فين استحواذ؟ لا بس الزمالك كان عنده اصرار اكتر، ممكن حتى الراجل لما غير تغييراته، معلش لما عمل تغييراته كان مش لاك، وبعدين نزل عمر فرج ونزل ناصر منسي قدر ان انت تخلي يعني في شكل المباراه ان انت عندك دوافع اكتر. احنا كنا بنقول ان الزمالك هينزل يدافع وهيسيب الاستحواذ للاهلي وهيوصل لضربات الجزاء، لكن النادي الاهلي كان في الاستحواذ في نص الملعب، لكن انت ما شفتش لا ضغط من لعيبه النادي الاهلي ولا استخلاص كوره ولا ان انت بتباصي صح ولا اللعيبه اصلا. وسام ابو علي بعيد وخارج الخدمه. وانا عايز اقول حاجه، انت ليه مصمم على امام عاشور؟ انت عندك احسن لاعب في مصر صانع العاب اللي هو قفشه، واحنا قلنا ان هو في المباريات ديت من اللعيبه كويسه جدا وبيقدر ياخد مساحات وبيحرك لك. حتى لما نزل ال10 دقائق الراجل خلى فرقه النادي الاهلي تمسك كوره. النهارده معظم او 3/4 لعيبه النادي الاهلي